مثلك ونترقب رايك يا جمهور. النب هاني بالملعب يشرق يغرب، ومثلك ونترقب رايك يا جمهور. هيا 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 سعيد. اطلع بانا رحب فيكم مشاهدينا الكرام، وحلقة من حلقات برنامجكم الجماهيري الرياضي وراهم شو على شاشة تلفزيون الراي كل يوم اثنين. احنا معاكم واجوانا الجماهيرية اللي اكيد مثل ما نقول يوم بعد يوم، وخاصة في اللحظات الاخيرة يعني ما بقى شيء. الجولة الثالثة، القسم الثالث في دوري فيفا لكرة القدم، كلها يعني تنقول كم أسبوع وندش على ختام دوري فيفا لكرة القدم، ونعرف من هو البطل. وبما أن البطل تقريبا ها بين يعني الكويت هو الأقرب، فقط 6 نقاط تفصل الكويت لكي يحسم لقب دوري فيفا لكرة القدم، ولكن في مجال أن السالمية يكون معه وفي مجال لبقية الأندية. ولكن الكلام وين؟ منه راح يطيح، لأن التضامن الآن في المركز الأخير، قبل التضامن في فرق من الثالث إلى الخامس إلى السادس، كلهم عندهم المشكلة أنه ممكن يكون السابع، ممكن يكون الثامن صعب بس ممكن يكون السابع. فالأمور يعني تشتد بين الفرق. حتى الحين اللي كان يفكر بالدوري الحين ما يبي يطيح، ها، واللي كان يفكر في مركز مميز ما يبي مركز متأخر. فأصبحت الإثارة لها عناوين كثيرة في دوري فيفا لكرة القدم، وهذا اللي شفناه لما هالسنة طبق دوري الدرجتين. شفنا يعني شوية حركة، ها، شفنا حماس لغاية آخر مباراة، ما ندري منو يفوز على منو، منو يوقف المتصدر، ها، ومنو يخسر من صاحب المركز الأخير. وهذه حلاوة دوري، وهالسنة حسينا في حلاوة الدوري للأمانة، وهذا دوري فيفا. اليوم عندنا أكثر من فقرة وعندنا أكثر من مباراة، بنروح معاكم وكالعادة نشوف أبرز فقراتنا اليوم في وراهم شو. نرجع لكم. ما يصير كل كرة الفريق يلعبها حق بدر. المركز الثاني مثل ما قلنا لكم محجوز حاليا، ترى مو بعيد الدوري والله. كاظمة ما تفوزون عليه إلا بالأحلام، ولا إحنا نعطيكم منه. هذا القادسية ما توصلون مواصيلة لو تنجزون. شوف مشكلة هالدوري إنك ما تدري منو اللي يفوز على الثاني. القادسية ما يلعبون عدل معانا، بس يطقون باجي الفرق. خلوهم كاس نمير برا، هما من الحين أقول لك الأعضاء كلهم يروحون، الفريق كله يتغير، ويمكن حتى النادي العربي يشيل المنصورية. يلا يتعدى الوضع. يا القادساوية بيجي وأولهم مصباح. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ومثل ما شفتوا الكلام والمعايات، والله احنا مرات يعني نحسد على بعض جماهيرنا وقطاتهم الحلوه وقفشاتهم. ترى شفتوا الجمهور اللي تشوفونهم يتعايون بينهم بين بعض، يعني في بر الملعب بيناتهم صداقه مو طبيعيه. والغريب ها انه في دواوين تجمع جمهور العربي القادسيه، ترى بس هذه حلاوه المباريات. بالملعب كني ما اعرفك، شنك مو صاحبي. في الملعب انت تشجع القادسية وانا عرباوي خلاص، انت عرباوي وانا قدساوي خلاص، انت كويتاوي وانا قدساوي كلام ثاني، وهكذا. هذه حلاوة الكرة. مرات بعض الناس يقولون ان هذا تعصب، لا تعصب غير وهذا غير. هذه القفشات، هذه المعايات اللي من ايام قبل، يعني من ايام الله يرحمه بحيدان الله يطول بعمره القبقب، هل مشجعين هذيل اللي زرعوها في مشجعينا. وهذه اكيد ظاهره حلوه، ظاهره مميزه، نتمنى ان هي تستمر معنا. مثل ما شفتوا كانت لنا جولتين في وراهم شو في هذا الاسبوع، جوله في مباراه القادسيه
وكاظمة ومباراة العربي والجهرة. المباراة الأولى اللي راح نشوفها مباراة القادسية وكاظمة. دائما القادسية وكاظمة النتيجة ما تحسم، وإذا حسمت النتيجة فها يعني تكون صعبة شوي. دائما كاظمة قدام القادسية يعني مباراة فيها ندية بين الفريقين من زمان، من السنوات الأخيرة يعني. حتى البعض إنه يقول إن كاظم ممكن يكون هو عقدة القادسية، مع إنه القادسية يعني في آخر مبارياته تتفوق دائما على كاظمة. كاظمة في هالفترة يمر بمرحلة صعبة، الفريق يعني الفريق مو مكان المكان اللي هو فيه. تقريبا كاظمة الحين المركز السادس، فوده يحسن من وضعه أو الخامس، والقادسية أيضا وضعه ما هو الوضع السليم، ولكن كان صاحي القادسية الأسابيع الماضية بعد فوزه على الكويت وفوزه على العربي، فأموره طيبة. فالمباراة كانت بين الفريقين، ويومها تتذكرون شوي الجو كان يعني المطر شوي غبار شوي، فأثر ظاهر الجو على الفريقين، وظهر الفريقين بالتعادل نقطة لكل الفريقين. رغم هذا الجو شفنا جمهور حاضر، كل الشكر لهم. طبعا جمهور كاظمة كانوا شوي، ولكن الأغلبية لجمهور القادسية كل الشكر لهم رغم الظروف، رغم أن الملعب ما كان مهيئ للأسف، ما كان مغطى، فيعني الغبار وهذا في الملعب ما كان نظيف للأمانة، ولكن الجمهور كانوا حاضرين وقاعدين وموجودين رغم الأجواء والظروف. نقول شكرا لكل من حضر مثل هذه المباريات رغم الظروف ورغم الأماكن اللي غير صالحة للجلوس للأمانة، ولكن نشكر جمهورنا دائما على حضره. بروح معاكم نشوف القدساوية والكظماوية في وراهم وراهم شو، نرجع لكم. جماهير القادسية وللحين 0-0 قدام كاظمة، الفريق اللي يعتبر عقدة حق القادسية صح؟ ما في عقدة هالموسم، ما في عقدة. القسم الأول طاقينهم والثاني طاقينهم، والحين ما شاء الله النتيجة 10-0 صفر صفر. لا في يعني إن شاء الله فيه زين اليوم مو زين. لا زين إن شاء الله. شون اللي زين مو قوي تخليص، بس يبيله وين دياب اللي حط ثلاثة وهاتر يبيله. ما مشت مع دياب الحين كم فرصة مو قاعد تمشي معاه، بس إن شاء الله. أنت اليوم مقتنع؟ الثاني تو نبلش وإن شاء الله مقتنع بالأداء للحين نص ونص، بس إحنا اللي ماسكين يعني القادسية اللي ماسك. أنت مو منافس. المباراة اللي طافت حلينا بالعربي، تحلية عندنا العربي. فايدة مو منافس. لا منافس. مو منافس على شنو؟ منافس على الدوري. منافس إن شاء الله. تنافس على الكويت. لحد يسمعك. لحد يسمعك تنافس الكويت. كم الفرق؟ طيح قالوا قبل الأخير، الحين إن شاء الله قاعد يصعد نوصل الثاني. حلو. إن شاء الله بعد هالجولة بعد جولة إن شاء الله واصلين الثاني. بس ما يوصل الأول. صعب ان شاء الله. لا مو صعب ان شاء الله يعني الكويت عندنا بس يبي لهم تعثرون شويه. حلو. وان شاء الله القادسيه يعني يسويها. القادسيه طبعا مسعيد، القادسيه وطني. حلو. القادسيه وطني. حلو. واحنا شنو هذا؟ حلو. الجيش الوطني. الجيش الوطني. جمهور القادسيه وجدام كاظمه يعني متعادل زين، لان انتوا جدام كاظمه ما يحوشكم، حوشكم شيء صح؟ مو يحوشنا شيء. انت اول شيء فريق كامل ولا مو كامل؟ الحين تراك اليوم مو فايز على سؤال انا اسمع ما شلون وبعدين يعني انت فايز فريق اي ادري. الحين فريقنا كامل ولا مو كامل؟ مو بمن حضر كاملين، مو بمن حضر ها مو كامل، فوق العلامه بذراع بعد اي ايش المشكله؟ دليبور اتحاد دوبك دوب هالدليبور دوب يدوب فاز على الكويت، فاز على العربي. ما يفوز اللي قاعد يفوز لاعبين دكتور محمد المشحان. خلي يفوز الحقان، خلي ان شاء الله ان شاء الله. يعني الخساره تحطها براسها الريال والفوز تحطها براسه ما يصير. انت مو حب يا مو انت مو حب انت هو مو حب انت يا محبه ايش بيني وبينه ما ادري انت خالتي يعني هو لانه شو مقاولنا يعني هو شفتوا شنو يعني هو مو زين مو زين شلون ماخذ الدوري والله مو زين شلون خذ كاس سمو ولي العهد لا, لا لا والله العظيم هذا اللي قاعد يصير مجهود لاعبين والله اليوم ما عنده خبين ما عنده شنو كشف شنو الخطه اللي قال انكشف يعني ما يصير كل كره يقول لهم حطوها بدر 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 مو زين لا ما لا مو زين بدر ما يصير كل كره الفريق يلعبها حق بدر ما يصير بس عيد مو سالفه يعني على الاداء ما يصير على اتوقع نخسر والله بس ان شاء الله ان شاء الله نفوز قادسيه احنا ابو سعيد يعني قادسيه احنا بس لا صعبه يعني نخسر لا بس يمكن ما نفوز جمهور القادسيه وتفوز على العربي وتفوز على الكويت
ان شاء الله. وتي على كاظمة ما تقدر ما تقدر ما تقدر ان شاء الله. شلون اليوم كاظمة سيء وقادسيه صراحه أسوأ أسوأ انا وياك. ليش شو اقول لك؟ ما في تفاضل. ابعاد يصير هاي كلها كره طويله كره طويله. ابعاد عن بعض ابعاد عن بعض. ايش ناقصك؟ لاعبين عندك، مدرب عندك، محترفين عندك. محترفين ما عندي الا واحد ويلا بالغصب يقول. وياب لك ثلاث اقوال ذاك اليوم. بالحسن احسن بس احسن. الحين صار مو زين. احسن ما قلت مو زين. يلا قول. ما يا الله يا مساء هجمه تضيعها وهناك هجمه ما تضيع وضاعت. لكن شو الوضع؟ شو الوضع؟ والله شو الوضع؟ شو بعدين؟ شو الدبره؟ شو الحل؟ سيئين ها؟ اشو انه ما دشت والله. يعني ما تفوز على كاظم؟ نفوز ان شاء الله. تو مو زينين وعين نفوز. شلون والله مشكله؟ ايش اسوي؟ شو اسوي بعد؟ هذا حال لاعبيننا. حلو. بعد عندنا اصابات وايد. من حضر وتقولوا لنا كل ما شفناك بين من حضر وين؟ ما يخاف خليه ينزل من الناشئين. ما اشوف احد. ايش تتامل يعني؟ هذا الدوري مالك فيه. الدوري ما فيه بس قاعد احسن مركزي على الاقل. راضي على مركزك انت الثالث والرابع؟ لا على الاقل الثاني الحين لان الدوري راح وراح حق الكويت علم بالعافيه. بس جهز لاعبين حق كاس سمو الامير. ايه فلازم تطلع ناشئين. نزل القبندي نزل. تعادل اليوم زين يعني نعمل؟ لا ما نبي. شو هالطمع هذا؟ ما تعادل ما تبغى؟ نبي طماعين احنا. قادسيه نادي بطولات. قادسيه السنه مو زين شو تقول له؟ منو؟ اللي يقول قادسيه مو زين. اقول له هلا هلا. اقول له قادسيه ياي. معنا مشجع كاظماوي ومن زمان ما شفنا مشجع كاظماوي في مباريات كاظمه. فريق تعدى الحين قمتوا تيونه ها؟ شو نسوي بعد يا ابو سعيد؟ لازم نجي بعد لازم نحضر. حسيت بالخطر. لازم بعد فريقنا. لا ان شاء الله ما احنا طايحين ان شاء الله. الوعد قدام ان شاء الله. فريقنا كل ماله للافضل ان شاء الله. حلو. ضيعوا اليوم والله وايد كاظمه. حرام. وينك اليوم قدام قادسيه مو مبين؟ لا والله حرام لعبوا الفريق لعب والله ضيعوا ثلاث فرص مفروض. ما في مخلص؟ لا والله البرازيلي سوى اللي عليه توه قدام الكره. شو المشكله؟ شنو المشكله؟ الحظ والله يا ابو سعيد. بس احنا بس الحظ. والله الحظ يا ابو سعيد. حلو. وين كاظم اللي قبل؟ وين كاظم اللي قبل؟ انا معك يا ابو سعيد. شنو المشكله؟ والله يا ابو سعيد ما يعني انا ايش اقول لك؟ اللاعبين مدربين ما ادري ايش اقول لك يعني صراحه. يعني خلل فني ولا اداري ولا شنو؟ انت كمشجع يعني شو تقيم؟ والله انا قيمة ابو سعيد شوف ان التشكيله ما ثبتت للحين. كاظم مشكلته كل مباراة في تشكيلة تغيير. كل مباراة في تغيير بس. حلو. إن شاء الله الحين ثبت على تشكيلة واحدة. حلو. يعني إحنا بالقسم الأول ما كنا صراحة يعني أقول لك زينين. سيئين. الثاني وايد أحسن. الثالث أفضل من الأول والثاني. جماعة القادسية وللحين صفر صفر. ما تقدر على كاظمة صح؟ لا شو ما أقدر على كاظمة. والله ما أقدر على كاظمة. ما فاز علي الموسم هذا كله بالدوري وبالكاس. زين يلا فوز علي. مو مشكلة الحين كم دقيقة؟ تفوز على العربي وعلى الكويت وتسوي لاية. أنا ذاك اليوم شنو قلت لك؟ قلت لك القسم الثاني بإذن الله ما في ولا نقطة راح تضيع منه. شلون؟ الحين فهمنا. 78 صح؟ ايه. احنا شنو التكتيك الحين؟ ايش قاعد يسوي ديليبور؟ قاعد يجهزهم حق مباراة سالمية. حلو. عرفت السفير والنعم فيه ما قلنا شيء. ايه. بس هو دائما يهند قدامنا يحاول يعاند يحاول بس بالنهاية راح يسلم يعني. حلو. يعني عطني بإذن الله سبع دقائق إن شاء الله منتهي المباراة. شايف المباراة قبلنا؟ هات مباراة الكويت أنا مو شايفها. لا والله. شو ما يصير كل مرة تشير وتمشي معاك بعد؟ مو حكي. لا هذا تكتيك. فريق هاضم اليوم أحسن منك وضيعوا فرق. لا شوف لا الشوط الأول أنا. شوف الجول هذا. الله يسلمك. شوف الجول شوف. لا 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 صدقني. لا 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 لا. قلت لك أنا عطني سبع دقائق المباراة خالصة بإذن الله. حلو شو تقول حق الكاظماوي اللي يقول ما تقدر علينا؟ قول له. يقول لك يكرع بدل الأب جدام كاظم. يا أخي السفير والله شوف أنا أقول عنكم السفير أحترمكم. هي. يعني أحبكم وأقدركم بس تقول أنا ما أقدر عليك. أنت قدامي هني حدك تلعب باصات بس. بس. أنت إذا شنصت شت على الحارس. بس. إذا شنص. بس. شات على الحارس وكانت خطرة يعني لا أكثر ولا أقل. حلو. لكن لا دوري ولا يعني الحين كم مباراة لعب معانا؟ حلو. ثلاث مباريات. مباراتين بالدوري فايز عليه. مباراة بالكأس فايز عليه. يعني الحسبة لك وين ما اقدر عليك؟ يعني قول لهم تقدر يعني يلا انت شلون عقدتي؟ شلون انا ما اقدر عليك؟ الحام طلعك من كاس ما الحام انا قاعد اقول لك الحين احنا يعني تقدر عليهم؟ اقول لك سبع دقائق خاصة المباراة سبع دقائق الحين ثلاث نقاط الحين انا قاعد افكر بالسالمية ان شاء الله. يعني المركز الثاني مثل ما قلنا لكم محجوز حاليا ترى مو بعيد الدوري والله استريح انا. جمهور كاظمة وللحين صفر صفر قادسية قاعد يضيع بالجملة صح؟ القادسية يضيع؟ اي على ثلاث فاولات حق القادسية ضيع ثلاث فاولات إيه. الحمد لله والله لما السبع ابو علي والله كان الله ستر بس انت منو تنفاش على القادسية؟ ثاني
اربع هجمات محققه ضاعوا. حلو انا وياك، انت مو فايز على القادسيه منذ متى؟ دوري من 2000 الفصحى بالدوري من 2000 شتبي بعد 2010 فريق ما تفوز وياه وعندك طول. انا حاكرهم وش الفائده؟ حاكرهم وش الفائده؟ ان شاء الله اذا ما تفوز ان شاء الله. انت وضعك صعب، وضعك صعب ولا مو صعب؟ لا الوضع صعب الحمد لله، ابتعدنا شويه عن الهبوط لكن الله كاظم السفير طموحه يبتعد عن الهبوط. يصير حتى الناس مو مصدق يصير؟ لا ما راح يبتعد. كاظم صح راح تشوفه بالممتاز. لا كاظم باقي بالممتاز ان شاء الله. حلو بس ها طموحك صار، وين ايام بطولات وين ايام دنيا؟ تعيد ان شاء الله كاظم يعيد. شنو مشكلتك الحين؟ ليش ما تصير نفس قبل؟ لا شنو مشكلة؟ لاعبين، الإدارة، فنيا، شنو بصراحة؟ والله شوف دام 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 فيها لاعبين وفيها إدارة المسؤولية مشتركة على الكل. بس المسؤولية على الكل طبعا، الكل يتحمل سواء لاعبين، جهاز فني، جهاز إداري، مجلس إدارة، الكل يتحمل نتائج كاظم السيئة هالموسم هذا. واليوم تعدي ولا لا؟ اليوم بإذن الله تفتلت من القادسية إن شاء الله، بإذن الله معدين تفتلت. وإذا تعادلوا القادسية خلي يحمدون ربهم. الله 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 رسمي سمع القادساوي. إذا تعادلوا شنو؟ خلي يحمدون ربهم. معنا الكاظماوي أبو عثمان واليوم 0-0، شو نقول مبروك؟ نقول مبروك أول شيء أبو سعيد، خلينا نتحمد لك بالسلامة أول شيء. الحمد لله على السلامة، تكون نورت الكويت ونورت قناة الراي وبرنامج وراهم وراهم شو، وحن نعتز بهالبرنامج نعتزك كشخصية أبو. الله يسلمك ما بعد عمري. شوف الفرحة والأمور الغيبية عند الله عز وجل. تكلمني على أمور القادسية، كابوس، قلت أهلك كابوس أبو سعيد، قلت لك حلم، قلت لك اللاعبين يفكرون مباراة كاظم 60,000 تفكير مو راضي. وين أنت من متى مو فايز على 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 القادسية؟ خذني أنا الحين اعتبرني ما أعرف، ما شفت مباريات، قول لي متى آخر مرة فزت على القادسية؟ الدوري من متى؟ من مليون سنة أبو سعيد. شوفوا هني ما يتذكر أبو عثمان، هني ما يتذكر. تدري ليش ما تذكر؟ لأن القادسية يفوز علينا إحنا سيئين. والله يا عبد العزيز ما بيها حلف، القادسية يفوز علينا سيئين. يفوز عليه. خلي يقنعني الحين إنه فاز علي. زين ما دام سيء، شو حق تقول أنا كتالوني وأنا ماشي؟ لا مباراة ظروف أبو سعيد، هذا برشلونة قاعد يخسر، ريال مدريد قاعد يخرج، يعني تشيلسي. الحين كاظم وبرشلونة وجهين لعملة. صدقك أنت؟ لا. صدقك؟ كلهم قول حق قد ساوية. هذا كاظمة، هذا الكتالوني، هذا سفير الكرة الكويتية. كاظمة وبرشلونة ترى فريقين بشوطين. كاظمة الشوط الأول وبرشلونة الشوط الثاني. برشلونة الشوط الثاني كاظمة الشوط الأول. حطوا حلف كاظمة ما تفوزون عليه إلا بالأحلام، ولا إحنا نعطيكم النتيجة بل. لا مساعدة صديق ولا استغالات. أكشنكم كاتسي بمن حضر. وين بمن حضر؟ هذا بمن حضر كاظمة. هذا كاظمة ما تحب القاتسي يفوز عليه كل. تدري ليش؟ الفريق اللي كابر ما احبه. فريقي كابر. انا كابر احسن منك يا رجل. من 2011 يفوز علي خلي ياخذ. شلون خلي ياخذ الدوري وانا اجيب له الدوري بوانيت القادسيه؟ لا شيلونه انا اشيله، ما اجيب تكفل بالدوري ودي لهم. صدقك ابو سعيد قادسيه صنعت مباراه واحده، يفوز عليك بالنهائي كاس، يطلعكم قبل النهائي، يفوز عليك بالنهائي، ادي لي فوز مع الكويت. خلي يقنعني، خلي يقنعني بمن حضر، خلي يقنعني الملكي والزعيم انه يفوز على سيف. تقول حق الغتساوي رسالتك الاخيره، اقول لها تفرحين بالعرس الطلاق باكر، دوري ماكو والكاس عطوكم اياه الكويت وكاس الامير بالعديليه وراح تجيبونه انتم بفوزكم. 0-0 مع كاظمه، لا تقول لي كاظمه فريق سهل، كاظمه من 2010 ما ادري كم ما فاز علي، لا اخوي ماكو. محظوظين حكي هذا ما محظوظين والله محظوظين. انت شنو سويت؟ لا اليوم ما سويت. انت شنو سويت؟ لا اليوم بس خلاص انت ما سويت وهم محظوظين. شلون اخطاء؟ عشان احنا اخطأنا، احنا اخطاء، احنا اللي قاعد نعطي فرق انها تلعب، احنا اللي نعطيهم فرص. والله حلو. وين لعبك ذاك اليوم؟ جام العربي ولا كل مباراه لها ظروفها طبعا. كل مباراه لها ظروفها. من ظروفك اليوم؟ ما ادري، هذا الجو يمكن مغبر اليوم. ما ادري ما ادري والله. لا انت تقول ما تقدر على كارم، انت تقول عقدتي كارم ان شاء الله. والله شوف ايه وانت بنفوز شلون مغبر والمطر خير عليكم. التعادل روح البيت صرك عتين وحمد ربك وشكر انك متعادل مع كاظم. منطق انت الحمد ربكم والله صدقك والله العظيم. شو وعثمان شريك توك يا ترى انت طالع المباراه بالمقلوب ولا ليش؟ انت عايق من قاعد يلعب الحين؟ شوف الهجمات، شوف اللي قاعد يلعب منه. شوف قاعد يلعب منو الحين؟ قادسيه منو؟ حط يدك على راسك. والفريق الثاني منو؟ كاظمه. العوضي حط يدك على راسك الله يرحمه. حط راسك كابر، حط يدك على راسك. كل الانديه حط يدك على راسك الحين. مون علي، مون علي ترى، مون علي ترى اخوي الكبير. لا تفهموني والله اخوي اللي ما جابت امي. حط يدك على راسك بعد قلبي عشان تستاهل. بس يا بعد عمري تستاهل. العوضي محض يقول كاتالوني، يقول كاظم صدق صدق يقول كاتالوني.
شنو وياك؟ ابي ابي شعاراتكم قاعد تصيب من الحضر والاكشن مالكم هذا وين؟ رد علي وين؟ اسمع 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 وين؟ اسمع انا الدنيا ما اطر اليوم انا قاعد انتم رادين دفاع انتم رادين دفاع عادي والله ما تنزل بعد يوز لا تكابر بعدمان انتم مشكلتكم تدافعون ما تهاجمون وينكم 4-0 انت وين؟ دعوه صادقه من ابو عثمان يقول تخلص المباراه اليوم داعي دعوه صادقه وين فوز على بس زين شو زين لا يعطيك 0-0 خلصت على على عدت على خير ها المفروض كان مطاقين وسعيد انت سمعت شيء اسمه بالمصطلح الكويتي قثيث هذا الفريق القثيث فوز عليه مو قول لا انا اقول لك ليش قثيث لان فريق ما يلعب حق نفسه يلعب حق يلعب حق غيره شلون هذا القثيث بعد شعو منافس انت يعني شنو انت شعو منافس بسعيد شعو منافس انت على مركز الرابع بسعيد احلى كلمه قلتها باللغه ايش دعوه ان انا منافس انا مو منافس ايش مسوي فيني من حكام اخذوا خل بعد اليوم الحكم مو زين لا مو زين مو زين مو زين مو زين حتى انا اعطيك شغله بشغله واحده خلي الوقت وخلي الفاولات والامور هذه كلها ليش ده انضباط توقف لاعب من كاظمه مبارتين حق مباراه القادسيه تشيل مباراه واحده فسر انت 6-7 لاعبين يطيحون يعطيك 3 دقائق فريق مثل ما قلت لك بدايه لغاء ترى ما يلعب حق خلي يرد عليك يقول مظلوم القادسيه صدقك ابو سعيد انت خلي احمد وربهم الدنيا ما ترى اليوم قول الحمد لله وش كله احمد الله الحمد لله ريال مطوع قال لازم اقول ابو سعيد لازم اقول الحمد لله هادي عليك هذا تدري مشكلتكم شنو ابو الكندري والله العظيم تصيح من اخوكم الصغير لا تكابرون اذا قادسيه خسر واذا فاز تكابرون التواضع فريقي خسر وفريقي يفوز والكره فن وذوق واخلاق ابو سعيد ما عليك ما عليك ما عليك يا عمران ابي المايك انا ابي المايك استاذي هذا القادسيه ما توصلون مواصيله لو تنقزون لو تنقزون لو القادسيه اقول شغله خلنا اقول شغله يا ابو عثمان خلنا اقول شغله شوف شوف احلى 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 اسمعني احلى ما بالموضوع احلى ما بالموضوع لانك انت ابو عثمان كظماوي ترى بس ولا فريقك الله بالخير هو الوحيد بس أويو 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 رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومثل ما شفتوا وأجواء القدساوية والكظماوية مثل ما قلنا المعايات هذه ها يعني في هالمباراة شفنا شيء حلو شفنا أكثر من مشجع كظماوي متواجدين في المباراة أتمنى عودة جمهور كاظمي يمكن ما قدرنا نأخذ الكل لأن البعض يحرج يمكن أنه يطلع في لقاء أو يحرج أنه يتكلم حق الكاميرا ولكن حلو أن نشوف في مشجعين حق كاظمي يوم من الأيام نتذكر يعني الله يرحمه إن شاء الله أبو مهدي رئيس رابطة نادي كاظمي يعني تعاملنا وياه الأمانة في بداية وراهم شو على أيامنا في تلفزيون الكويت كان رجل في قمة الأخلاق و يعني رحمة الله عليه صراحة كان يجمع الرابطة وشي فأتمنى من إدارة نادي كاظمة يعني شباعة ردوا الرابطة فريق كاظمة ما هو الفريق الصغير يعني وإحنا دائما نقول حتى الفرق الصغيرة ودنا يكون عندهم رابطة كاظمة من الأندية اللي يعني فيه نجوم عنده تاريخ حصل على الدوري منافس لي فرق كثيرة مثل الكويت يوم من الأيام وإلى الآن نسمي كاظمة بالسفير خير من كان يمثل كرة القدم الكويتية أتمنى ترجع الرابطة يا جماعة شوي يعني مباراة اليوم لما تروح تاريخ ما عنده رابطة ترى ذي خلقك يعني لكن القادسية مطر مو جايين الرابطة أو إنه ما طقوا لأن ظروف مطر شوي بعدين طقوا شوي الجو يصير غير حتى اللاعبين ترى لاعبين تفاعلون مع الرابطة ومع الشيلات ومع هالأمور أتمنى إن ترجع الأمور لكاظمة وجمهور كاظمة مثل ما شفت مباراة كان سجال بين الفريقين ضيعوا الفريقين قادسية ضيع كاظمة ضيع وبالنهاية انتهت المباراة بتعادل 0-0 بين الفريقين المدربين اثنينهم يعني نقول نجحوا انهم يقرون بعض فما حد قدر انه يعني يحط له جول وعلى قولتهم يسرق النقاط الثلاث فانتهت المباراة بتعادل بين الفريقين الحين نروح معاكم نشوف مباراة الجهرة والعربي الجهرة الفريق اللي كان في بداية الموسم يكاد يكون من المنافسين على بطولة الدوري الجهرة تتكلم غلب القادسية فاز على الكويت فاز على العربي هذا الكلام في القسم الأول ها يعني الجهرة فريق كان مميز ولكن من دروب إلى دروب إلى دروب إلى دروب شفنا الجهرة تغير ها
الجهرة يخسر من الفرق الصغيرة يفوز على الكبار. في القسم الثاني تغير شوي الحال، قام يخسر من الكبار أمثال العربي. وفي هذه المباراة شفنا العربي يعني الجهرة يمكن ضيع بلنتي في الشوط الأول، أتوقع هذا البلنتي ما نقول ضيع نقول صد حارس النادي العربي سلمان عبد الغفور، لأن إذا ضيع بلنتي يعني كنا لاعب شاته برا وإن شاته سهلة. لا، سلمان عبد الغفور لأمانة أنقذ العربي من ضربة جزاء من بلنتي، ومن ثم استفاق العربي. شفنا العربي قول قول، بدأ العربي أخطر. يمكن يعني جمهور العربي شوي شادين على بوبي، ها زين ان الريال ما يعرف عربي، لان الجمهور يعني معطينا انه يضيع يضيع، شو اسوي يا جماعه، مرات الواحد ما يتوفق. فصبركم على بوبي، لربما ياتي يوم من الايام تشوفون بوبي نجم مميز. انتهت المباراه بفوز العربي على الجهره بهدف مقابل لا شيء. بنروح معاكم ونشوف كلام العرباويه وكلام جماهير الجهره اللي استاءوا من بونيك. نشوف الجهراويه والعرباويه في وراهم وراهم شو، نرجع لكم. مارش كناني مع الجهرة وبداية الشوط الأول. نغلات طبعا في القسم الأول، فاز الجهرة 2-1 على العربي. القسم الثاني فاز العربي على الجهرة 1-0. يعني كل فريق فاز مرة، نفس الشيء طبعا. كيتا هو يتقدم، كيتا وتلعب للعربي ولا زالت في منطقة الخطر. بيده 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 لعب العربي بيده، ما بعد ما نط لمست إيده نازلة على إيده، طبعا هني يستفيد منها أكثر لعب، فبالتالي ما يمكن ما أخذ باله وابتعدت الكرة. كرة ملعوبة لصالح فريق العربي الآن، حلوة مرفوعة، حلوة مرفوعة. سيلفا راح يلعبها، سيلفا راح يلعبها، تلعب الكرة بالجول وتوصل مرة ثانية لكن تنقطع، تنقطع على طول. محمد سعد، فيصل زايد، تنقطع لكن بالخطأ. حلو حلو، تلعب الكرة وللجهرة، وحلوة ملعوبة، ضربة جزاء. هل حط ريلا كيتا مع الكرة؟ سليمان عبد الغفور ايش بيسوي؟ صادها، ايش بيسوي لانه رايح لها، ايش بيسوي لان قراءته سليمه بعد ما لعبها. لاعب الجهره عبيد رافع، كره الان رميه تماس، والتعادل لحد الان تعادل تعادل. توصل جماهير العربي وجدام الجهره، ودائما مبارياتكم جدام الجهره قويه قوية أكيد. إيه إيه أكيد قوية، بعد خسارة القادسية الوضع صعب شوي نفسية مو ذاك. لا شوف، خسارة القادسية كانت يعني يعني شو يعني شوفت عينك، القادسية كانت متغلب علينا 2، احنا ردينا بالمباراة سوينا كل، بس ضيعنا وايد. منو فاز آخر شيء؟ ما فاز، فاز القادسية. اي بس ما أنا قاعد أقول لك أنت خسران متحبط شوي، بس المباراة كانت يعني يعني كان الهجوم من الطرفين، يعني ما كان العربي فاشل فيها، كان قاعد يساهم وكم كرة بالعرضة. والله يسامح الحكم اللي ما أعطانا بلنتي، كان بلنتي أشكره واضح، ويعني كان في اخطاء بسيطه، بس العتب من فريقنا اليوم. قدام الجهره ايش راح تسوي؟ الجهره فريق قوي، فريق صعب، يعني فريق قوي. هذه كره صعبه، هذه كره صعبه، هي كره صعبه حقنا طبعا. الجهره طبعا محترمين له، يعني فريق جبار وقوي وفاز علينا بالقسم الاول وفزنا عليه بالقسم الثاني، الحين عاد القسم الثالث يتبين كل شيء. شوف مشكله هالدوري انك ما تدري منو اللي يفوز على الثاني، يعني الجهره يفوز على القادسيه، القادسيه يفوز على العربي، العربي يفوز على كاظم، كاظم يطق الكويت، ما يشر يعني الفرق ما شاء الله قدام بعض دربكه
دربكه بينهم. فما تدري يمكن المباراه هذه احنا الحين كل مباراه عندنا ترى صعبه تعتبر هالموسم كل مباراه. ليش مبين حتى الجمهور حضوره قليله متحطين يعني. لا تلومه ابو سعيد يعني مو امس ولا اليوم 16 سنه ترى 17 سنه الجمهور خلاص يعني مل عطشان ماكو دوري ماكو دوري يبي يحس يبي يفرح يبي يمر على المنصه مسكين خلاص تعطش كل موسم اول جولتين ثلاث جولات يحضر يقول يلا احنا معاكم يشوف الوضع خلاص شوف الفريق ما منه فايده ما منه فايده خلاص يقل البركه بهالشباب مساكين اللي صاملين حتى بالمباريات العاديه بالويكند وهذا يون يعني يساهم الله خير يعني ما قصروا دائما الناس تضرب مثال بجمهور العربي لكن مشكله ما لوم الواحد اللي قاعد ببيته ومل يعني من جوله الملاعب مل انه يجي قصه تذكره ويحرك صوته على بسبه هزايم تافهه يعني قاعد يحصلها جماهير العربي واليوم العربي باين انه اخطر ولكن الجهره ضيع بلنتي يعني الوضع شنو عبد الغفور يعطي العافيه الله يعافيه بعدين شنو يعني شلاه جهره ان شاء الله سهل خلصين منه ان شاء الله باقي الجهره صار سهل الحين جهره سهل جهره طاق بالقسم الاول القسم الثاني طاق انا قسم اوكي بس يعني انت الحين مستواك متذبذب ها صح ولا لا يوم تفوز يوم تخسر عندك عقم هجومي ها صح ولا عندي مش مشكلتنا بس عندنا بوبي الله يهديه يعني بوبي شو يسوي يلعب روحه بوبي مشكلته قدام الجول ضيع يلعب يعدي ويسكن ويلعب حلو بس قدام الجول يضيع هذه مشكلته الجول يدوخ قدام الجول يدوخ انا افضل حمد العنزي احسن منه بالنسبه لي انا يعني حمد زين هذا محترف ريال محترف خايف ما ادري ليش خايف قدام الجول قدام الجول ما يشوف ماكو شيء ميح ما يشوف ما شفته هذه مش شو تسوي اليوم اذا خسرت خسران ذاك اليوم جام القادسيه حتى ترتيبك السيء مو حلو ممكن ها احنا ان شاء الله اليوم انا ضامن ان شاء الله الفوز ونستعد المركز الثالث ان شاء الله من القادسيه بس يبي لنا اربع اقوال ان شاء الله لنا اربع اقوال هذه انا تجيب اربع اقوال على الجهره ليش لا ان شاء الله شو تقول حق القادسيه تقولون ما تفرحون مركزكم يعني القادسيه ما يلعبون عدل معانا بس يطقون باجي الفرق دليل اخر المباراه تسمع كاظمه 0-0 وباليلا يعني فضل يخسرون بس عدت مع العرب عدت معهم عدت بس مع العرب يلعبون عدل مع العرب يقلبون ريال مدريد يعني بس التركماني مقصيد جول ما يمنع ان الربع ساعه الاخيره جول وما يمنع ان بشماله يحطها واحد صفر وهدف حلو من علي مقصيد على الجهرة حلو ولا لا؟ لا وايد حلو وايد حلو بعد مباراة القادسية أنتوا شوية عندكم إحباط لا والله بالعكس الله ينور لنا لعبنا أحسن منهم حلو بس الحظ ما وقف لعب مني لباكر أحسن منهم والله ما تبي صدق خذوها بالخبرة يعني إحنا أثر فينا وايد غياب كيتا ما بيقول لك إنه أثر بالفريق بشكل 100% يعني صحيح. بس إن أهم شيء عندك الدفاع وإحنا دفاعنا متعودين يعني صار لهم الحين 7-8 لعبات بالقسم اللي طاف لعبوا على تشكيلة واحدة فجأة نقص لاعب وهو أحسن لاعب الدفاع أثر عليهم وايد وما بيقول لك القادسية ما لعبوا ولا لعبوا وعليهم بألف عافية الفوز اليوم أنت قدام الجهرة فريق صعب ها فريق من الفرق اللي الجهرة هبة شلون هب يطلع شيء كل موسم يطلع بداية الموسم يعني شعب أنت مستوى أكثر إحنا مو ثابت بس إيه؟ نبقى العربي عرفت يعني لو نلعب مع أي فريق هو اللي خاف منه مو إحنا اللي خاف منه إيه والله أنا لو وينك عن المنافسة وينك عن الدوري والله الحين حاليا قاعد نعدل فريقنا والفريق قاعد يأدي من مباراة لمباراة قاعد يصير أحسن من قبل حلو شنو طموحكم هالموسم إيه؟ كأس الأمير بس ونخلي القادسية تحتنا بس هذا طموح يعني قاعد أتكلم لك عن مدرب هذا كنا الثاني قاعد أتكلم لك عن مدرب مسك الفريق الحين ما كمل موسم كامل وبصمته مبينه وانا مبين يعني الحين راضين عن محمد انا واحد من الناس من قبل لا يمسك محمد ابراهيم كنت اقول عربي ما راح يصير فريق زين الا لما يمسك محمد ابراهيم وللحين اقول ان محمد ابراهيم زين يعني انت مع استمرار اي بالضبط لان انا متوقع يعني من قبل لا يمسك قلت لك راح يسوي شيء بس مو بموسم واحد يعني انا راضي اي انا الحين راضي عن الفريق قاعد نخسر مو منافسين على الدوري ماكو مشكله بس انا قاعد افكر لك مثلا للموسم الجاي راح يصير الفريق ان شاء الله ممتاز وقلت لك حق الفرقه كلها جمهور العربي وواحد صفر قدام الجهره زين زين فوق الزين لا بس انت اخر مباراه مضقوق يا رجل من غاتيه هو زين على المباراه هذه على مقياس المباراه هذه بس المباراه اللي طافت يعني كنا شادين حيلنا والشباب الحين محتارين ان القادسيه فايز عليكم صح؟ اكيد نبي نفوز على القادسيه متى نفوز على القادسيه؟ الله صار لنا دهر
صار طموحك تفوز على القادسية؟ لا مو طموح هو هذا طموح. ليش تكابر؟ هو نقدر نفوز. شلون؟ يبا شلون هذا عند الإدارة ايه؟ لازم الإدارة. ما يصير انت كنت تلعبون يا برشلونة كنت تفوزون على إلا القادسية ما تفوز عليه؟ لا نقدر نفوز على القادسية بس مشكلة عندنا الواعيب ما هم زينين لازم يتبدلون. مثلا اللاعبين؟ لا والله مو كل اللاعبين بدون ذكر اسامي، انا حتى المحترفين مو راضي عليهم، لازم يتبدلون ويشوفون لهم حل. شنو قالوا تعادل؟ ما في ماي يعني. انت واثق اليوم قدام جهره؟ لا واثق. شلون ايش دعوه؟ شلون المباراه خالصه؟ من جهره فايز على القادسية؟ تعالي بعد المباراه اقول لك. تعالي بعد جهره فايز على القادسية بس يبا ما اشوفهم شيء. انا ما اشوف الجهره واحد صوت، ترى ما اشوفهم شيء. غرور ترى الجهره ولا شيء عندي انا. قادسية ممكن احط لهم اعتبار اما ضد الجهره لا ما اشوف شيء. شنو طموحك هالموسم؟ هالموسم كاس الامير بس كاس الامير ان شاء الله فالنا فيه وان شاء الله ناخذ. جمهور العربي وواحد صفر قدام الجهره. شنو زين الحمد فوق زين الحمد لله. متى تجي تقعد انت طول المباراه تجي خايف حاطي لك على قلبك تعادلون يفوزون عليك يسوون فيك ناس ما سووا فيك القادسية شي دائما شو؟ لا مو القادسية شنصت وياهم اللعبه اللي طافت. شلون شنصت؟ ثلاثه شنصت؟ ما يصير يا جماعه انتم محترف ومسك. انت على كل هالفتره هذه شنصت مع القادسية؟ انت كم صار لك فايز على القادسية؟ وايد. انا اقول لك اللعبه اللي طافت يصير كلها شانس. كل اللعبات ما لها شغل. اقول اللعبه اللي طافت شنصت وياهم دليل محترفهم انه حط علينا هاتك توفق يعني وايد امس شوفه يوم الجهره عندهم محترفين عندهم محليين زينين كل شيء عندهم زين. اي بس احنا احسن منهم لان شوف انت القسم الثاني العربي احسن فريق بالكويت. لو تحسب القسم الثاني العربي بالصداره خساره واحده فقط من الكويت بس القسم الثاني. واللعبه اللي طافت ترى ما بقول ظروف يعني نفس القادسية كلها ظروف ومشاكل ما شو يفوزون عشان يوخرون ضغط عنهم قبل المباراه. بس احنا شنو اللعبه اللي طافت كان عندنا كيتا والشمالي اساسيين يعني ودورهم كبير بالفريق قابه وخسرنا يعني. كيتا القسم الثاني لعب معانا قلب دفاع كامل دش علينا 4 أجوال من 7 مباريات. اللعبه اللي طافت اول لعبه القسم الثالث بدون كيتا 3 أجوال فمكان مبين بس عادي ما قلنا عذر. الحين اكتمل العربي شنو طموحكم؟ ما خد دوري راح انسى الدوري. اي نعم ثاني انت كاس الامير ارجل اول مباراه قدام قاتيه انت بكاس الامير. اي شلون فهمنا بالعقل خلنا نفهم جايينهم كاس الامير. شو تقول حق الغتساويه؟ لهم رساله جايين لهم كاس الامير برا هم من الحين اقول لك. الله اي برا الغتساويه برا من الحين اقول لك طالعينهم برا كاس الامير خالصه. جمهور العربي و زين 1-0 والله لعب زين. نعم اللعب زين بس ضيعنا مليون فرصة. حلو انت مو ضايعين بلنتي انت ضايع مليون فرصة. اوكي هي كرة واحدة فاول حطيت جول بس شلون صار نضيع مليون فرصة؟ اي كم مرة؟ لو تفتكر ماني شو اسمه هذا بوبي بوبي هذا مصيبة لو مو مقصيد كان احنا رايحين بس ان شاء الله اليوم بعد بنقابل الحين بننزل بدل طارق والفريق زين. شنو حل العربي يوم فوق يوم تحت يوم فوق يوم تحت؟ انتم الجمهور الحين تدرون شنو المشكله؟ احنا فريقنا زين بس ما عندنا احتياط قوي. ما كله بدل طارق ماكو غير الباقي كله ماكو شيء. اي والله بس ما عندك فريق قوي شلون تبي بطوله؟ ما تقدر تاخذ بطوله. احنا ترى جمهورنا هو اللي يجيب البطوله. يعني انت تقول؟ اي نعم اقول بالحكي اقول بالحكي. والله شلون يعني؟ اقول يبا والله اقول بس انت احنا قاعد نشجع الفريق. قوت هالقادسية شنو؟ كان قوت مغلوب 2-0 انا قاعد اكلمني على القادسية مغلوب 2-0 شلون قاعد اكلمك؟ خالص مغلوبك 2-0 مع القادسية وخليتهم يتركون الملعب لما يجيب التعادل. اوكي بس اخر شيء منو فاز؟ ال 2000 يا جماعة ما يحب القادسية ال 2000 جمهور ال 2000 متفرج مال القادسية لما حطينا التعادل راحوا بس ردوا بعد 5 دقائق. ايش قصدك انت جمهورك اكثر؟ مليون مرة شنو جمهور القادسية شنو؟ كل لهم الحين جايين كاس الامير كلهم جايين كاس الامير كلهم اقول حق القادسية اي كلهم يحتاج اقول لهم هم يخافون من العربي ما يحتاج اقول لهم جايكم يا الاصفر جهزوا بلايلكم لما يغسل سيايرنا. العربي وقدام الجهرة مباراة صعبة مباراة في أي لحظة ممكن يتعادل الجهرة يفوز الجهرة. طبعا
طبعا ضيع بلنتي هاي واحده. الشيء الثاني العربي ان شاء الله يصحى شوط ثاني، لان الشوط الاول فرص ضاعت. يعني هو نايم قول جول زين يبا نام اقعد نام دايم. انا عارف بس فرص ضاعت. كم فرصه؟ فرصتين محققين، يمكن ثلاث اهداف ضاعوا. بس انت زين؟ لا الحين الشوط الاول مو زين، الشوط الثاني ان شاء الله فيه يعني متاملين خير. حلو. نتيجه 1-0 مصالحنا. العربي لحد واحد مو نتيجه صح، بس العربي لحد الحين مو متماسك بعد. انا اقول لك الجهره مو هذاك المستوى، مو هذاك الفريق اللي خرع العربي. انت متى ترجع العربي اللي قبل؟ متى ترجع رجل انت مباراه تنطق مباراه تفوز؟ ليه متى يجيب لك محترفين على مستوى سوبر؟ حلو. على مستوى عالي. خلي الاداره وخلي السيد جمال القاضمي الله يطول بعمره انه يبذل حق السنه الجديده يجيب سوبر، لان هذول مو لاعبين سوبر صراحه. والله موبي مو زين؟ ولا كيتا مو زين؟ كيتا اوكي. كيتا بعد ما حطوا دفاع اوكي انجز. نعم جاب نتائج وبين، حتى لو كان لاعب نشوف بين ايام يوم بالقادسيه ما لعب. شوف شلون صار القادسيه 3-2 طقونه. صحيح. فانا اقول لك جيب لاعبين جيدين على مستوى عالي. تمام؟ شوف هذه فرصه ضاعت حق الجاهره. ويجيب لاعبين سوبر 2-3. شنو طموحك؟ كلهم شنو طموحك هالسنه؟ هالسنه نبي طموحي ان شاء الله اذا ما في امل حق الدوري. ما في امل دوري انسى انسى. وين داحر الكويت انت بصدق؟ فكر بشيء ثاني. الكويت ممكن يخسر ترى. لو يخسر مليون ما تاخذ. لا نعم في اللي بعده. اللي بعده انه في اول لعبه على كاس الامير بالقرعه العربي والقادسيه. اي تقدر على القادسيه؟ العربي ان شاء الله تقدر على القادسيه طبعا. كم صار لك ما فزت؟ 2-0 راح نفوز. كم صار لك ما فزت على القادسيه؟ راح نفوز. قول حق جمهور القادسيه ايش قول له؟ نقول حق جمهور القادسيه اللعبه اللي طافت في لاعبين مهمين ما لعبوا كيت وهذا، وفي اخطاء دفاعيه كانت هذه اللي ادت للخساره. الجايه ايش بتسوي؟ الجايه العربي راح يقعد راح فعلا راح يجاب القادسيه، راح يوقف مع القادسيه والنتيجه ان شاء الله 2-0 حق العربي ان شاء الله. واحد صفر للحين قدام الجهرة، والواحد يبي له اخو روحه مو زين صح؟ يبي له باي لحظه يبي له توام مو واحد بعد. وين جبت توام على المستوى؟ وين؟ والله ماكو مستوى جد، ماكو مستوى. ليش؟ محمد ابراهيم ما حيج لطنا والله العظيم. ليش؟ ما في يعني خير بوبي بالدنيا. شو يسوي يعني؟ ما منه فائده يعني. انت عندك حسين الموسوي مثلا نزل 1000 واحد موجود، ما في خير هذا يا اخي. خلاص مو متوفق هذا انسان، مو متوفق ماكو فايده. يسوي يعني يهده ما يلعبه؟ اي لا يلعبه كالبرازيلي ما قاعد يلعبه. بس ما قاعد يصنع بوبي، ما قاعد يقدم، ماكو شيء يعني. ما قاعد يربك الخصم يسوي له حق الدفاع صراحه. هو قاعد يربك حاله. شو هو قاعد يربك حاله؟ هو بس يركض يطيح يقوم يدعم يسوي لكم جو يعني. هو مسوي جو حق الوناسه، بس حق لعب تبي جول منه؟ صار له كم لعبه لاعب مو مقول الا جولين وبكاس ولي العهد، الدوري كله ما في ولا جول. هذا محترف؟ لا ما عليه محترف بحياتي كذي. والله يعني هو زين ومو متوفق، ولا هو مو زين ومو متوفق؟ هو مو زين ومو متوفق. الله 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 كلهم على ايش لعبه اساسي؟ والله انا ايش اقول لك، جلطه بتينا من محمد ابراهيم. شوف شر شو مايك. شنو الطموح العربي الحين؟ دوري انت خلاص اغسل ايدك من الدوري. نظل بالممتاز بس. نظل بالممتاز. الله. لو السادس. الله. ما منظل بالممتاز. ايش؟ اي والله. حرام. الكويت وكلوا على الله خلاص خذوه. والكاس انزين. على المستوى ما تشمل. لا ما تشمل. ليش جام القادسيه بعد يطقونه؟ اي بعد نكملها صار من 2011 للحين. الله. بعد هي ردت على هذه ما ادري ما نفوز يعني. عطهم حل، انت مو تجي كل مباراه، تعرف الفريق، شنو حل العربي؟ العربي؟ ايه. انا قايل لك اياه بلقاء سابق. الاعضاء كلهم يروحون، الفريق كله يتغير، ويمكن حتى النادي العربي يشيله من منصوريه، يلا يتعدل الوضع. بس لا ما في حل ثاني يعني. ما يحلوا هذه الترقيه ما لا لا لو منو تجيب؟ انا قايل لك ماكو فايده، لان الاعضاء مجلس اداره متخاصمين، تاثير على اللاعبين
ها واحنا اللي ماكلين هالجمهور والله استو خلاص احنا تعبنا والله. جمهور العربي وواحد صفر للعربي على الجهرة. نتيجة زينة ولا مو زينة؟ والله نتيجة حاليا زينة على المستوى نشوفها، بس ان شاء الله نتمنى الاحسن يعني. ان شاء الله ممكن يفوز العربي؟ ليش لا؟ ليش لا نقدر. صعبة مباراة جهرة فريق والله الجهرة فريق قوي، بس العربي ان شاء الله قدها يعني. الجمهور هذا اللي يستاهل والله اكثر. اليوم حاضرين المباراة، شنو تتوقعون يعني؟ خسرانين قدام القادسية؟ خل القادسية ارتفع جولة واحدة مركز الثالث، والحين رجع الرابع يعني رجع حق مركزه الطبيعي. فاحنا الحين احنا لازم فوقه، طول عمرنا فوقه. شلون طول عمرك؟ هو ياخذ دوري ياخذ كاسته، شنو تاخذ ما تاخذ؟ هو خلص انه طافت من وين ماخذ الدوري؟ رايح باي محل من الحولي وماخذ دوري بلاستيك بعد. والكويت ماخذ الدوري. انت ايش تاخذ هالسنه؟ شنو تاخذ؟ انا هالسنه كاس الامير. اول مباراه تجي قدام منو؟ قدام القادسيه ولا مباراه؟ قدام القادسيه عادي، ما اشوفه بعيني بالكاس. قول لهم شو تقول حق القادسيه؟ راح ناكلكم. جماهير العربي وللحين 1-0، مباراه شوي شنو؟ صعبه. ممكن يتعادل الجهره، ممكن يفوز الجهره، ممكن. صح ولا لا؟ شوف تعادل وفاز على القادسية أكيد كرة القدم يا أبو سعيد، وبعدين 1-0 نتيجة تخوف. فاحنا نتمنى أن العربي يسجلون الهدف الثاني عشان الجمهور. شوفوا يتمنى يعني شنو؟ مو واثق بفريقه. ليش كذي جمهور العربي؟ شوف وين الحل شي زعيم؟ وين العربي؟ كرة القدم كرة قدم هذه. بس ايش فريق منافس قبل؟ بعد شلون منافس قبل؟ منافس قبل فريق يعني تتكلم عن انت 2015 ولا تتكلم عن السنه اللي فاتت؟ الفريق الحين انا بالنسبه لي افضل من السنه اللي فاتت، عرفت؟ السنه اللي فاتت كنا ايام بونياك يعني هذا لا تتكلم فيه، شيء خيالي صراحه. حلو. يعني ما راح يرجع؟ والله ما اعتقد انه راح يتكرر. ليش؟ شنو ينقص؟ ما ادري انا بالنسبه لي والله ما ادري. يعني احنا محتارين ان الجهاز الفني الاداري غسي قاعد يقدم كل اللي عنده، ولكن هم ما توفقوا صراحه بالمحترفين. زين يعني اوكي انت قاعد كافئ وقاعد تعطي وقاعد تحاول تجتهد وتجيب، بس ما قاعد تجيب محترفين. هذه المشكله، ما عندنا لجنه. المفروض تكون في لجنه تختار محترفين صح، مو بس انت خلاص جيب محترف خلاص. يعني متى تصير نفس الكويت والقادسيه تاخذ بطوله يا رجل؟ متى نشوفك كذي محتفل بجبل ويا كاس؟ متى بعد جلسه؟ لا الكاس احتفلنا فيه ب 2015. لا بس متى تصير نفس القادسيه والكويت؟ القادسيه خدتها ما اخذ لك كاس. اي بس في بطوله كاس للحين كاس سيد تاخذها اول مباراه مع القادسيه. اكون فكرت تفوز على القادسيه. اي افوز على القادسيه شنو؟ والله القادسيه لحظة ليش ما فوز على القادسية أنا؟ لأنك مليون سنة مفايز على القادسية. شوف المباراة اللي طافت العربي قدم مستوى، لكن أنا أرجع أقول لك إنه أنا ما يهمني المستوى، أبي نتيجة، والقادسية توفق علينا خذ النتيجة. يعني تقدر على القادسية بكأس الأمير؟ إن شاء الله. ليش لا؟ أي ليش لا؟ شوف كرة القدم. القادسية يقولون ما نشوفك صار لنا مليون سنة أنت مفايز علينا، أقول شو ما شفنا. أنا اليوم إذا فزت راح أجيك القادسية، أنت مرة تنزل مرة أنا أصعد، مرة أنا أنزل وأنت تصعد، اثنين بالهوى سوا يا حبيبي. كأس الأمير. كأس الأمير إن شاء الله بالمنصورية. إنزين ما هددهم أنت مو ماكو هددهم كرة قدم وسعية. بقول لهم إن شاء الله كأس الأمير موجود بالمنصورية إن شاء الله. أتخذيت كأس العهد، كأس الأمير عندنا الدوري حق الكويت. 1-0 للحين، وأمور العربي اليوم شنو؟ زين الحمد لله. زين واحد يا معود ذبحتنا خبيتنا وايد، عبالي 6-7 ما يشون وياكم. لا مقول والعب زين، هذا يعني اللي يهمني انا، اقول والعب زين بس. شنو طموحكم الموسم؟ بناء فريق. لمتى؟ بعد لمتى هذه بيد الله لمتى؟ كم دور هالفريق؟ 3 أدوار 4 أدوار وايد طول هالفريق. طحت سحاب ان شاء الله. طحت سحاب. اي طبعا. والله طوف القادسيه طوف الكويت. انت كل ما نسلك على القادسيه تقول من القادسيه. جول جول جول. الكويت سامع فيه بالقادسية ما اعرفه، في منطقة اعرفها اسمها اللي فاز عليك بالقادسية. من هذا؟ اللي فاز عليك ما اذكر. اللي صار لك وايد ما فزت عليه ما اذكر انا. ما اعرفه. ها الكويت ادري في نادي اسمه الكويت. زين اول مباراة مع القادسية بكأس الأمير ايش راح تسوي؟ اقول لك ما اعرف الفريق هذا، من هذا؟ الفريق كله يفوز عليك؟ ما يصير يمكن اشوفهم اعرفهم هذا. يلا بس انه سامع. زين انت ايش راح تسوي هالسنة؟ انت ايش راح تسوي؟ والله انا ايش تبني؟
ثاني فريق الحمد لله، وانا قاعد اشوف مستوى طيب، لاعبين قاعد يدوم، بس عندنا مشكله واحده، عندنا مشكله واحده، غياب التهديف من المهاجمين، هذا المشكله. هذا جول ما تبي هدف، الهدف هي ان شاء الله مع الشغل الصحيح هي ما تبي بطوله. كاس امير ضامنه كاس امير، سويته مكان بالاداره انا صدق، ايه سويته مكان بالكبت، واللي وياك الباجين القادسيه والكويت كلهم صدقني. هذا النادي اللي قاعد تقول له ما اعرف زين، قوله كلهم منو هذيل ما اعرف، قول لهم كلهم رعتات كاس الامير. كاس الامير وين؟ عطني رساله المنصوريه خالص خالص من المنصورية يا جماعة، ايش فيكم؟ روح صوروا وياه المنصورية. قلت العام قلت لنا دوري خالص وما أخذته. لا ظروف صارت. الكاس موجود اللي بيصور معاي يصور. كاس الأمير بالعربي، سمعوا القدساوية، سمعوا الكويتاوية، سمعوا كل اللي بيصور معاه خليه يصور. بس الرجال وصل الصبح معه ماكو أحد. جواير العربي وانتهت المباراة 1-0. ومشيت معاكم اليوم مشيت زمزم. مشيت ايش سويت يا ابو سعيد؟ يا ابو سعيد انت المباراه قاعد طالع يا لا ايش سويت يعني اليوم زين؟ انا احسن من الجهر مباراه كامله 90 دقيقه بس. اوكي اللي احسن يقول ثلاثه اربعه مو الشوط الاول المفروض خلصنا الشباب من الشوط الاول ثلاثه. ليش ما خلصها؟ ما كان احد خلصها. انا ايش قاعد اقول لك؟ المفروض خلصنا الشباب 3-0. المهم نكمل المشوار ان شاء الله، وبعدين ان شاء الله بعد نهيا حق كاس الامير. انا قايل لك انا خلاص الحين دوري ينسى. اكيد ينسى. نقص على انفسنا فرق 10 نقاط يا ابو سعيد الحين، فخلنا من الدوري هذا التاهيل حق كاس الامير بالعقل وبالمنطق. انت لا تقول تنافس والدوري، لا الحين عندك المركز الثالث والثاني قريب منك. انت الحين مع القادسيه مكرر ثالث، والسالميه فرق عنا بسيط. الحين هيا حق كاس الامير. كاس الامير اول مباراه مع منو؟ القادسيه. مع القادسيه تقدر؟ القادسيه سؤال منو القادسيه؟ قول سؤال اللي طقك 3-2. القادسيه انت قاعد تقولها 3-2 ومنو مسيطر؟ مسيطر عليك انا طوال المباراه. الوعد حق القدساويه خاص الدوسري ابو عامر. الوعد بكاس الامير، وجهز خروفك اللي وعدتني فيه يا ابو عامر، وان شاء الله طارق كاس الامير باذن الواحد احد. 1-0 وانتهت المباراة، واليوم عدت على خير. ربي لك الحمد، فلت بالثلاث نقاط. ربي لك الحمد والشكر. مو فلت والله، الحمد لله ان الله اعطونا حكام والله صح. انا اليوم اي والله طاقم يعني مشكلتك قبل من الحكام. اليوم طاقم الحكام مشكورين. اي والله العظيم. يعني انت قبل كل خسائرك من الحكام؟ لا مو يعني ما يصير جالس قاعد تنطق من القادسية صار لك 20 سنة. القادسية يرحم والديك. القادسية والله توني الحين عرفت ان القادسية اذا فازوا العربي كانهم فايزين على ريال مدريد. ولا واحد يا ولد شنو هالفرحه ابو مصباح؟ كلهم انت فوز عليهم، فوز عليهم انت احمد، فوز عليهم والله العظيم. وهذه كلمه اقولها لكم، برنامج وراهم وراهم شو، اذا جبتوا لي حكام اجانب ونلعب مع القادسيه، واذا ما فزنا عليهم هم 16 سنه ما احنا ما فزنا، اذا ما فزنا عليهم والله اني ما ادش المباراه ولا وخلاص هذه راح اعتزل. بس مشكلتك الحكام؟ حكام ذبحونا والله العظيم ذبحونا والله. يعني الحين مباراتنا مع القادسيه بلنتي، يلا مع كاظمه ماكو شيء، ماكو شيء. انتوا ليش تفرحون؟ ليش تفرحون القادسيه جايهم يعني كاس الامير؟ والله لازم القادسيه يا كاس الامير الله يحفظه. بيتشي كل واحد يجيب معاه كلينكس. بيتشي القدساوية يا القدساوية بيتشي، وأولهم مصباح اللي قال أنا مستانس استانس على شنو؟ والله راح نشلخكم بكأس الأمير إن شاء الله بإذن الله. جماهير الجهرة وانتهت المباراة، وخسر الجهرة المرة الثانية من العربي. تعودتوا أنتم على الخسارة من العربي صح؟ لا شلون؟ أنت مو خسران ذاك اليوم القسم الثاني؟ أنا أحط اللوم على الخسارة هذه على مدرب بونياك. شو بونياك؟ حتى تكتيكه واضح يا حبيبي. تكتيك واضح. تضيع بلنتي؟ اوكي بلنتي. اي شلون يدش شوت؟ يعني ضيعت بلنتي راح اني المباراه كلها خلاص احط ايدي، اقصدي ابعد ايدي، يعني ليش كذي؟ حلو. احط اللوم على المدرب. حلو. كلها بونياك. بونياك. ايه. وتبديلات اخر الدقائق ليش؟ العربي دقيقه 60 مسكر، خايف، يبي 3 نقاط باي احوال. من حقه. من حقه من خلاص من حقه. انا مدنب، هو بونياك مدنب، هذا شغلته خلاص الحين يبدل، يغير لعب، يلعب هجوم. ما بدل، هو بدل اخر الدقائق. ما ايش يسوي انا اخر الدقائق؟ ما يعني انطر اي هجمه على الله وخلاص. شنو مشكلتكم انتم يوم تنافسون الاول يوم المركز الخامس؟ غريب. ما في استقرار، ما في استقرار اداري ولا فني. اداري وفني وكل شيء. اول شيء الاداري حط اللوم على لما صار انتقالات الشتويه، طردوا
طلعوا احمد هشام وطلعوا توريس، هذول اثنين كانوا ماشيين بمسارهم الصحيح، هذول ما يطلعون. صحيح. جايبينه منو؟ جايبينه دي سلفا. دي سلفا خلال 7 سنوات لعب 14 نادي. جايبينه من 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 الدوري القطري الدرجه الثانيه، جايبينه من تحت القاع. ليش؟ انا مستواي مو كذي، انا مستواي اعلى. لازم تجيبين، لازم تجيب لعيبه فنيين اعلى. ممكن يرجع الجهره بصراحه؟ الجهره ما راح يرجع بالدوري ما ولا بكاس الامير. وكاس الامير ممكن. انا الدوري انا اشوفه خلاص غسلت يدك خلاص بح. معنا احد جماهير الجهره، وخسر الجهره من العربي 1-0. ليش مستوى الجهره كذي؟ يوم فوق وثلاث ايام غريب. غريب الجهره ليش؟ انا اقول لك ليش غريب الجهره. اول شيء مبروك للعربي. ثاني شيء من البونياك اللي موجود حاطينه لنا علة على قلوبنا. بونياك حلو. ليش بونياك ما اول موسم كان زين ما وصلكم الصداره؟ شنو ابي فيه اول موسم يوصلني نص صداره؟ انا ابي الموسم، ابي الدوري. حلو. نادي ابي الدوري. شنو اخر 10 دقائق تبدل لي لاعبين من افضل لاعبين؟ تسحب لي محمد سعد تنزل لاعبين. حلو. يعني انت مشكلتك ان انت مستواك مال دوري وبنياك مو خليك تاخذ دوري. بنياك ضيع الفريق. اللاعبين قسما بالله ما قصروا، لاعبين فوق المستوى. حلو. لكن التصرف المدرب غلط بغلط. شنو اخر 10 دقائق نزل لاعبين؟ شو يسوي فيها اخر 10 دقائق؟ يعني كل المباريات الحين لعب فيها بنياك المشكله. بنياك مشكله زين. اليوم لاعبين يضيع بلنتي مو بنياك. افضل لاعب بالعالم يضيع بلنتي. صحيح. ما راح اذا ضيع بلنتي ما مو معناته خسرت مباراه. زين ليش ما تقول العربي احسن منك؟ لا مو احسن. مو احسن. احنا داعمينه، احنا فايزين عليه. ايوه هو فايز عليك. حبيبي كل لاعب يضيع بلنتي. صحيح. مو غلطه لاعب هذه. ايه؟ هذه غلطه مدرب على التبديلات اللي سواها. شو تقول حق الاداره؟ يعني ما تبي بنياك؟ الاداره بنياك شيلوه. شيلوه. حلو. بنياك الجهره تلقاه فوق. حلو. شيلوا لنا بنياك. بس الخلل بنياك. خلل بنياك. حلو. بنياك شيلوه. شوف الجهره شلون يرجع. انتهت مباراه 1-0 حق العربي. عدت اليوم مع العربي شنو؟ مشت؟ لا ما مشت. شلون؟ والله العرب جاي قاعد يترك ترى. الله الله الله. قاعد تترك قاتسية حق الكويت حق السعودية. قاتسية الأسبوع اللي طاف طاقين. ماكو شيء قاتسية. شنو؟ شلون طاقوا الأسبوع اللي طاف؟ شو سوى القاتسية؟ شنو سوى؟ ايه. وتعالي القاتسية بكأس الأمير تعالي. الله الله الله. تعديد رسمي هذا. زهب لاعبينك المتعورين هذيلا ما متعورين. كم شنو صار لك ما فشل قاتسية؟ تكفى قاعد أقول له لا ينطق وايد القاتسية بس. الله الله الله. خلي زهب لاعبينه مبكر صالح الشيخ هذيلا. حلو. يعني انت الحين تبي القاتيه؟ تفكر بالقاتيه؟ لا ما افكر بالقاتيه. ماكو شيء. قاعد اقول لك راح اطقه وايد. ها. بس خلي يذهب لاعبين عشان لا ينطق وايد. انت مالك ترى لك كاس الامير دوري خلاص انسى. سهل دوري كاس الامير. سهلات الوضع. الله الله الله. سهلات ناخذ قيد. تقول حق القتساويه اللي يقولون ما نشوف. تعال هيا تعال. قاعد اقول له هيا تعال يا القاتيه والوعد بكاس الامير. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. ويقطون عليك ترى يتحرشون فينا مهاره. شو اسوي انا صد الجسم ما يساعد. ايش مهاره دشاشه وقدره قال. فمثل ما تابعنا معاكم شفنا مباراه العربي والجهره. تفوق العربي بهدف مقابل لا شيء. قدر ان العربي ياخذ المباراه ياخذ النقط الثلاث. نقول الكابتن محمد ابراهيم تفوق على بنياك. وبعد هذه المباراه رحل بنياك اللي عرفناه انه خلاص بنياك تم إقالته من فريق نادي الجهرة. يعني الجهرة مثل ما قلنا في سابق الكلام أول حلقة فريق غريبة. جهرة أول موسم قلنا خلاص ينافس الكويت على الدوري. شكبهم اليوم الجهرة في المراكز الأخيرة. أتوقع إذا ما خاب ظني الجهرة حاليا في المركز السابع. حلو. يعني شوف من فريق ينافس إلى فريق في المركز السابع. الأمانة يعني هالدربكة هذه في الدوري هي اللي معطي الدوري حلاوة. لأن اليوم يعني يمكن الأول خلاص ما نتكلم عن المركز الأول. الأول تقريبا حسم بنسبة ما لا بنقول 99% ويستاهل الأمانة. فريق نادي الكويت فريق منظم فريق مميز إداريا فنيا لاعبين محترفين كل أمور نادي الكويت ما شاء الله على أتم ما يرام. ففعلا الكويت استحق أن يحصل على دوري فيفا مع أن بقالة يعني حسابيا 6 نقاط يأخذها 6 نقاط. ونقول مبروك حق الكويت وجمهور الكويت. بالنهاية نرد نقول مبروك حق العربي وجماهير العربي هذا الفوز الثمين على الجهرة. الآن رجع العربي إلى وين؟ إلى المركز الثالث. مع منو؟ مع القادسية. ولكن تقريبا فارق 5 أهداف إلى 4 أهداف.
لصالح نادي القادسية، يظل العربي الآن مركز الرابع، القادسية المركز الثالث، السالمية هو المعني الوحيد اللي ممكن ها يكون له أمل أنه ينافس الكويت، مع أن السلماوية وايد جاتهم الفرص وخروا عنها. عموما عطوني الجدول، بعرض لكم الجدول الحين، يلا عطوني الجدول يا شباب. مثل ما أنتم شايفين المتصدر الكويت ب 36 نقطة، السالمية ثانيا ب 27 نقطة، يعني تتكلم عن فارق 11 نقطة، القادسية في المركز الثالث 23 نقطة، والعربي في 23 نقطة، الخطورة كاظمة 20، النصر 19، الجاهرة 19، في المؤخرة طبعا التضامن 10 نقاط. مبدئيا يتبقى كم مباراة باجي؟ باجي تقريبا 5 مباريات، اوكي تقريبا 5 مباريات، التضامن 16 نقطة، يعني وضع التضامن خطر، ولكن هم وضع كاظمة خطر، وضع الجهرة خطر، وضع النصر خطر، حتى العربي القادسية وضعهم خطر، وهذا نقول اكشن دوري درجتين. عطني من زمان دوري ممتاز، دوري درجتين خلنا شي نتفاعل، اما دوري من درجة واحدة دوري دمج خلاص الاول الثاني الباجين كذي ضيوف قاعدين في الدوري. عموما هذا دورينا، ومباريات الايام القادمه راح تكون شديده الحساسيه اكثر، حتى الكويت مطالب جمهوره بالحضور لانه بيحسم، والقادسيه مطالبه جماهيره بالحضور، والعربي ايضا مطالبه جماهيره بالحضور. الاسبوع القادم ان شاء الله في هذه الايام راح توقف الدوري لايام الفيفا داي، بعدها راح نرجع، عندنا بعد يومين مباراة مع منتخبنا الوطني في الأردن إن شاء الله، بعدها مباراة لمنتخبنا الوطني مع منتخب الكاميرون، واعتزال حارس النادي العربي السابق ولاعب منتخبنا الوطني كابتن أحمد جاسم، أتمنى له التوفيق يا رب إن شاء الله. وأيضا عندنا اعتزال قادم لنجم نادي القادسية المدافع الكابتن هير شمري في مباراة القادسية والكويت القادمة في دوري فيفا لكرة القدم، أو العربي القادسية في كأس سمو الأمير. أتوقع أن العربي القادسية في كأس سمو الأمير، وإن شاء الله تسنانا الفرصة أن يكون معنا الكابتن نهير في لقاء في قادم الأيام المقبلة. وصلنا معاكم لختام هذه الحلقة، نقول لكم دائما تذرونا وترقبونا وتابعونا في وراهم وراهم شو، مع السلامة.